أما نصيحتي لأبناء إندونيسيا الكرام فأن يقوموا بواجب البر تجاه وطنهم، أن يجتمعوا حول الوطن، وأن يكون تنافسهم بما يحقق خدمة الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بقدومكم في الرابطة العلوية الشيخ أسامة سيد الأزهري، تشرفنا بقدومكم وزيارتكم. يا شيخ، الإسلام في مصر وإندونيسيا له علاقة قوية، وكل سنة يدرس آلاف من طلاب العلم في مصر. كيف ترى العلاقة الإسلامية في هذين البلدين في المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك صلة عظيمة قائمة بين مصر وبين إندونيسيا، وتعود هذه الصلة إلى جذور تاريخية عميقة جدا وكبيرة، حيث يأتي في كل عام عدد كبير جدا، بل عدة ألوف من طلاب إندونيسيا وأبنائها الكرام إلى أرض الكنانة مصر للدراسة في الجامع الأزهر الشريف، ويمتد هذا الحال على مدى عقود طويلة مضت من الزمان. وعندنا في الجامع الأزهر الشريف كان هناك رواق للجاويين، واليوم هناك بيوت للطلبة الإندونيسيين، ونتواصل مع أبنائنا الكرام من طلبة إندونيسيا في القاهرة في مصر، ونبذل كل ما نستطيع من أجل خدمتهم والعناية بهم وتقديم كل ما ينفعهم ويفيدهم، حتى يعودوا إلى بلدانهم أمناء على وطنهم يقومون بخدمته. هذه الحركة العلمية نسجت تاريخا مشتركا بين مصر وبين إندونيسيا، حيث في مفتتح كل سنة يتوجه عدة ألوف من الطلبة الإندونيسيين إلى مصر، فيكونون في بداية العام سفراء لإندونيسيا في أرض الكنانة مصر، فإذا انتهت مدة دراستهم وعايشوا إخوتهم المصريين ورجعوا إلى بلادهم كانوا سفراء لمصر في أرض إندونيسيا. ولا سيما أن هذا الحراك العلمي قد خرج عددا من العلماء والأئمة الأكابر الذين تقلدوا مناصب علمية رفيعة في إندونيسيا، وكلهم قد درس في أرض الكنانة مصر. والفقير في الكتاب الموسوعة التي ألفتها عن تاريخ علماء الأزهر الشريف ذكرت سيرا وتراجم لعدد كبير جدا من العلماء الإندونيسيين الذين درسوا عندنا في مصر. ثم يمتد التاريخ المشترك بين البلدين الكبيرين إلى أبواب أوسع من هذا، ويكفي أن مصر هي أول بلد قد اعترف باستقلال إندونيسيا، وهذا دليل على عمق المودة والصلة بين البلدين الكريمين. وفي أيام الرئيس جمال عبد الناصر مع الرئيس سوكارنو كان هناك ود عظيم، وجاء الرئيس عبد الناصر إلى باندونغ في إندونيسيا لمؤتمر عظيم كان له أثر كبير في العالم في ذلك الحين سنة 1955. والقصد أن العلاقة بين البلدين علاقة كبيرة وفيها ود عظيم، وفي مستقبل هذه العلاقة بإذن الله يكون مستقبلا أكثر رسوخا وأكثر قوة وأكثر تآخيا بين البلدين الكريمين، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. ويكفي أن إندونيسيا هي أكبر بلدان العالم الإسلامي من حيث العدد، وأن مصر هي أكبر بلدان العالم الإسلامي من حيث تعليم علوم الشريعة من خلال أزهرها الشريف. فبالقوة والتنسيق والتعاون والأخوة بين إندونيسيا ومصر يكون هناك النفع العظيم للمسلمين جميعا في كل أنحاء الدنيا، بل وللإنسانية والبشرية جمعاء. كيف ترى وجود عقيدة أهل السنة والجماعة في مواجهة المشاكل وتحديات التفكير في المستقبل؟ عقيدة أهل السنة والجماعة هي الأساس الذي حافظ على تاريخ المسلمين في الحقيقة. وأهل السنة والجماعة هم السادة الأشاعرة والماتريدية، كما هو ثابت ومستقر ومستفيض من حيث التاريخ ومن حيث الواقع. أما من حيث التاريخ فقد بقيت راية الإسلام على مدى 1000 سنة محمولة على أيدي أهل السنة والجماعة، وعلى يد الأئمة الأكابر والأساطين والبحور الزواخر من أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام الجليل الباقلاني، أبي الطيب الباقلاني،
والإمام الجليل الفخر الرازي والإمام حجة الإسلام الغزالي والإمام الجليل أبي المعالي الجويني إمام الحرمين والإمام السعد التفتازاني والإمام العضد الإيجي والإمام الكبير الشيخ عبد الحكيم السهلكوتي والإمام ناصر الدين البيضاوي والإمام شمس الدين الأصفهاني وعشرات ومئات وألوف من أئمة العلم والهدى الذين صان الله بهم الشرع الشريف وحمى بهم الملة والذين نافحوا عن الإسلام ضد الفرق المنحرفة وضد التيارات المبتدعة وضد التشكيكات في أصول الإسلام وفي عقائده وقدموا الجدل العلمي المتين والمبني على أصول في الرد على الفرق المبتدعة أولاً وفي الرد على طوائف الملحدين وفي الرد على المشككين وفي تقديم الحجج والبراهين والأدلة اليقينية في تأييد عقيدة أهل الإسلام وفي صناعة الفكر المستقيم مع عقائد المسلمين. أهل السنة والجماعة هم الذين أبدعوا في علوم الكلام وفي علم أصول الفقه وفي علم المنطق وفي علوم المعقول، وهم الذين صنعوا الحضارة، وهم الذين نقحوا الفكر، وهم الذين مهدوا لكافة علوم الشريعة أن تبنى على أصول يقينية مبرهنة تقام عليها الحجج والأدلة والبراهين التي تصمد أمام الجدل والتشكيك. أهل السنة والجماعة من حيث التاريخ كما ذكرنا، أما من حيث الواقع فهم السواد الأعظم للمسلمين. إذا كان المسلمون على وجه الأرض الآن 2 مليار إنسان مسلم، فإن 90% على الأقل من هؤلاء على طريقة السادة الأشاعرة والماتريدية. إندونيسيا ومصر، الأزهر الشريف ومدرسة جامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في فاس ومحاضر العلم في شنقيط ومسايد العلم في السودان وأربطة العلم في حضرموت اليمن، مدارس العلم في الهند وفي القوقاز وشمال القوقاز، في تركيا، في الشام، في شمال العراق، كل تلك المدارس العلمية في مختلف بلاد الإسلام تدرس عقائد السادة الأشاعرة والماتريدية، تدرس معتقد أهل السنة والجماعة وتنافح عنه. أيضا المدارس العلمية الكثيرة ومعاهد العلم القائمة في إندونيسيا وهي عشرات الألوف من معاهد العلم كلها تدرس هذا المنهج. المنهج العلمي الذي يقوم به الأزهر وتقوم به المعاهد والمدارس هنا في إندونيسيا وتقوم به تلك المدارس العلمية التي ذكرناها ترتكز على ثلاثة أسس وأصول: أولها اعتقاد السادة الأشاعرة والماتريدية، ثانيا مذهب فقهي من المذاهب الأربعة في التدريس، ثالثا المشرب التصوف الصافي الذي هو حقيقة تهذيب النفس وتزكية النفس وبناء الأخلاق وتنقية الأنفس من الشح والحرص والطمع والكراهية والحقد والتسلط والتعالي وتجميل النفس بمكارم الشريعة من مكارم الأخلاق وامتلاء النفوس بالأدب والزهد والعرفان والإنابة والمحبة والبر والرحمة والصلة. هذه معالم حركة العلم عند المسلمين وفق ما شيده أئمة أهل السنة والجماعة. وكان شيخنا شيخ مشايخنا الإمام الجليل الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم يصوغ هذا في بيتين من الشعر فيقول: وهم فاخروني بالذي عز عندهم من العرض الفاني وذو الجهل يجتري، فقلت لهم فخري بأني مسلم وأني صوفي وأني أزهري. فخلاصة القول في هذا أن هذا هو المستقر الثابت في مدارس العلم عندنا في مختلف بلاد أهل الإسلام، إلا من شذ من الفرق المبتدعة التي خرجت تحول بعض فروع الفقه إلى بحوث ومسائل اعتقادية، فصاروا على أساسها يكفرون الناس فيسلكون مسلك الخوارج قديما. بين أيدينا اليوم عدد من الفرق التي تغالي في أمرها والتي تميل إلى تكفير المسلمين والتي تزج بهذا في الصراع السياسي في بلدان مختلفة والتي تحاول أن تصل إلى مأرب سياسي مستغلة حمى الشريعة المنيع، تطوع الشرع الشريف لمرادها، تجعل الشرع الشريف مطية لمرادها الغالط المخطئ. هذه الفرق كلها امتداد للخوارج قديما، حولوا بعض مسائل الفروع الفقهية إلى أصل اعتقادي فكفروا به المسلمين ثم حملوا عليهم السلاح، ومن هنا تأتي قضية الإرهاب التي عانت منها بلادنا وأوطاننا كثيرا. أهل السنة والجماعة هم طوق النجاة،
هم العصمة لأجل حماية البلدان والأوطان من فكر التكفير وفكر الإرهاب وفكر التطرف على اختلاف مسمياته من الإخوان إلى داعش. والفقير قد ألفت كتابا في هذا سميته الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم. ضد هؤلاء يأتي تطرف مضاد لا ديني ميال إلى الإلحاد، وقد بدأ يظهر مؤخرا في بلدان مختلفة، صار ينفر من الشرع الشريف وينفر من الدين ويعادي الشرع الشريف، ولهم في ذلك مقولات عكفنا على دراستها على مدى 10 سنوات ماضية أو أكثر، وأنشأت حولها برنامجا في التلفزيون عندنا في مصر في نحو 24 حلقة أو شيء في حول قضية الإلحاد وكيف أن أقوم وأدق مناهج العلم التي تصلح لمواجهة فكر الإلحاد من ناحية والإرهاب من ناحية هو منهج السادة الكرام أهل السنة والجماعة عليهم رضوان الله. ما ينبغي أن يفعل علماء أهل السنة والجماعة وطلابهم في تحقيق الوحدة والاتحاد ومنع الاضطرابات في بلدانهم الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم، لا بد لعلماء أهل السنة والجماعة من بناء الجسور ومن دوام الصلة ومن صلة الرحم ومن العكوف على تدريس العلوم الأصيلة، علوم المعقول على وجه الخصوص. لا بد من أن تنشط مدارس العلم في تدريس علم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه بجوار ما ننشط في تدريسه من علم الفقه وعلوم الحديث وعلوم التفسير. ودعوا عنكم كلام التيارات السلفية التي ترى حرمة علم الكلام أو حرمة علم المنطق، فإن هذا كلام في غاية السطحية وقد رد عليه بردود في منتهى التأصيل والعمق، وليس هذا بمحل الخوض فيه والتفصيل فيه. هذه العلوم علوم شريفة صيغت على يد علماء المسلمين ونقحت على أيديهم وسخرت لخدمة عقائد أهل الإسلام، وهي التي تمهد لصناعة علوم الحضارة. علوم المعقول من علم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه هي العلوم التي تمهد وتؤصل وتفضي إلى المخترعات الحديثة وإلى صناعة التكنولوجيا وإلى صناعة العلوم والمعارف وإلى المساهمة فيما يدور في العالم من الاكتشاف والابتكار والاختراع ونقاش الفلسفات المختلفة وتنقيح القول بين المدارس الفكرية والفلسفية الرائجة في العالم. لا يمكن هذا إلا بوجود قوي وتدريس وإشاعة لعلوم المعقول وفق ما قرره وشيده أئمة الهدى الذين ذكرناهم من الغزالي إلى الرازي إلى السعد التفتزاني إلى المتأخرين من علماء الأزهر كالإمام البرهان الباجوري والشمس الأنبابي وأئمة العلم الكبار. العالم اليوم يحتاج منا إلى مشاركة فكرية وإلى نقاش في الجدل الذي يشغل بال العالم. نحن نريد من أهل السنة والجماعة أن يكون لهم جهد كبير في مناقشة الإلحاد، مناقشة حجة بحجة. نحن نريد لأهل السنة والجماعة أن يكون لهم جهد كبير في تفنيد مقولات الإرهاب. نحن نريد لأهل السنة والجماعة أن يقدموا للعالم أطروحة علمية وفكرية تنادي بصناعة الحضارة وتنادي ببناء الجسور بين الحضارات وتشارك في مناقشة الفلسفات الدائرة في العالم من حولنا، حتى يكون للمسلمين موضع قدم في العلوم الاجتماعية وفي علم النفس وفي علوم الاجتماع وفي علوم الحضارة المختلفة وفي العلوم الهندسية وفي العلوم الرياضية. لا بد ويجب فرضا كفائيا على المسلمين أن يدلوا بدلوهم في هذا، لأن هذا هو الذي يحول عقائد وعلوم أهل الإسلام إلى بحوث حديثة يمكن أن يكون لنا بها موضع قدم مبني على أصول في الاعتقاد من الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالدار الآخرة والإيمان بالحشر والصراط والميزان والحساب والإيمان بالغائية والهدف من وراء كل هذا الوجود والإيمان بالقيم الأخلاقية وهكذا. فندائي إلى علماء أهل السنة والجماعة أن يكون بينهم ود كبير وصلة كبيرة وأن يعكفوا على تدريس علوم المعقول بكل ما يملكون. كيف ترى العلاقة بين السادة بني علوي والعلماء المصر خصوصا العلماء الأزهر الشريف؟ العلاقة بين السادة آل باعلوي وبين علماء الأزهر الشريف علاقة قديمة وراسخة على مدى قرون من الزمان، وكانت هذه العلاقة فيها ود وإخاء وصلة كبيرة جداً.
حيث إن علماء الأزهر الشريف عرفوا للسادة آل علوي قدرهم وفضلهم وعراقة نسبهم الشريف الثابت بالاستفاضة والشهرة والتواتر، والأجيال المستفيضة أجيال من وراء أجيال من أئمة العلم والهدى والدين من ساداتنا السادة آل علوي الذين امتزجوا وتآخوا بإخوانهم من علماء الأزهر الشريف الذين ظلوا على مدى قرون من الزمان يحملون أمانة العلم والدين. فبين السادة آل علوي وبين العلماء الأزهر الشريف أخوة وامتزاج وود وصلة. ويكفي أن عدداً كبيراً من علماء السادة آل علوي نزلوا إلى أرض الكنانة مصر دارسين أو مدرسين، فمنهم الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس الذي نزل إلى أرض مصر واتخذها داراً وعاش فيها ومات ودفن فيها بجوار مقام سيدتنا السيدة زينب بنت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، المقام الشهير الجليل في أرض الكنانة مصر بجوار مدفن سيدتنا زينب، مدفن الإمام الحبيب القطب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس الذي تتلمذ للحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الذي تتلمذ للإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد قطب الدعوة والإرشاد. الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس لما جاء إلى مصر امتزج بأخيه الإمام الدردير وبالإمام الأمير وبالحافظ السيد مرتضى الزبيدي والإمام القطب محمد بن سالم الحفني من علماء الأشيخ الأزهر الشريف، فصار هناك صلة وود وأخوة وامتزاج. الحبيب حسين بن محمد بن حسين الحبشي المفتي أخو الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي جاء إلى أرض مصر ونزل الإسكندرية وأخذ الإجازة من الشيخ محمود فتح الله البوريني الذي تتلمذ للشيخ خفاجي سيف الله الذي تتلمذ للشيخ حسن العطار الذي تتلمذ للإمام الأمير الكبير والإمام عبد الله الشرقاوي من أئمة الأزهر الشريف. جاء من المتأخرين الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، فاستقبله شيخ الأزهر الإمام الكبير شمس الدين الأنبابي وأقام مأدبة عامرة للحفاوة بالحبيب أحمد بن حسن، ودعا إليها كبار علماء الأزهر وكان منهم الشمس الأنبابي شيخ الأزهر، دعا إليها شيخه الشيخ محمد الأشموني الذي كان فوق 100 من العمر في ذلك الحين، وجمع كبير من علماء الأزهر للحفاوة بالحبيب أحمد بن حسن العطاس، وتدبج وتبادل الإجازة. والحبيب أحمد بن حسن العطاس ظل إلى آخر عمره إذا أراد أن يذكر أسانيده في الحديث يقول من جملة أسانيده يقول عن الشيخ محمد شمس الدين الأنبابي شيخ الأزهر الشريف بأسانيده. هذا الباب باب عظيم جدا، والفقير في جمهرة أعلام الأزهر التي ألفتها قد اعتنيت بالترجمة لعدد كبير جدا من السادة آل علوي ممن جاءوا إلى أرض مصر ودرسوا في الأزهر أو وفدوا إلى أرض الكنانة مصر للأخوة التي ذكرناها. انتهاء هنا في هذه السنوات الماضية بالحبيب عمر بن حفيظ، حيث جاء إلى مصر وطلب اللقاء بفضيلة الإمام الأكبر، فكان لي شرف التدبير وترتيب هذا اللقاء، واصطحبت صاحب الفضل والفضيلة الحبيب عمر إلى مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وكنت حاضرا هذا اللقاء الذي كان فيه الود والأخوة والامتزاج. وخلاصة القول أنني صغت هذا المعنى في أبيات من الشعر أختم بها هذه الكلمات في قصيدة للفقير في محاورة ومراسلة شعرية جرت بيني وبين أخينا الكريم السيد إبراهيم بن علي بن عبد القادر الحبشي. أرسل للفقير قصيدة فجاوبته بقصيدة على نفس وزنها وقافيتها أقول في آخرها: ولم يزل حبل هذا الود متصلا بين الحضارم والأشياخ في بلدي، وكم أتى الأزهر المعمور من جبل من آل علوي ذوي الأمجاد والسند، حتى تشابك إسناد لهم بهج بالأزهريين أهل العلم والرشد، من كل بحر حوى العرفان ذي نسب في العارفين عريق بالنفوس فدي، من كل بحر جليل وارث سند وكوكب في سماء العلم متقد، وفي حمى الأزهر المعمور كم نبعت عيون علم جرت بالسلسل البرد، من الأئمة أهل الإرث قد سطعت أنوارهم ورووا بالعلم كل صدي، واليوم نرجو من المنان يدرجنا في مسلك السادة الأبرار ذي السدد، فهم شيوخي وأحبابي وهم أملي، هم رأس مالي على يدهم شددت يدي.
فتبقى هذه المودة والأخوة والامتزاج التام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. كيف ترى دور العلويين من خارج الأزهار في عصرنا اليوم؟ من المعاصرين الذين درسوا في الأزهر الشريف الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، صاحب دار الحديث الفقيهية في ملنج. والحبيب عبد الله أنا ترجمت له في جمهرة أعلام الأزهر الشريف كذلك، وسقت سيرته ونزلت إلى ملنج وألقيت درسا في دار الحديث الفقيهية هذه قبل سنوات طويلة، وأخذت الإجازة من الحبيب محمد الباقر مولى الدويلة المعمر فوق 90 الآن، وهو عن الحبيب عبد الله بن عبد القادر وأبيه الحبيب عبد القادر بالفقيه، ووالده الحبيب عبد القادر عن الحبيب علي الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس وجملة من شيوخ هذه الطبقة. فهذا الحبيب الجليل عبد الله بن عبد القادر بالفقيه أسس دار الحديث في مالنج وعكف على التدريس فيها، وكان لها دور علمي كبير وجليل. الشيخ أحمد دمنهوري الذي ألف كتابا عن الإمام الشافعي أيضا وتخرج في الأزهر، الرئيس عبد الرحمن واحد الذي قضى في الأزهر عدة سنوات من عمره، وغير ذلك كثير من المعاصرين ومن الطلبة الذين ما زالوا يدرسون ومن أبنائنا الذين تخرجوا والذين بيننا وبينهم ود كبير، وهم الأساس في مجيئنا إلى هذه الديار للصلة والأخوة والرحم الذي نسج بيننا وبينهم. وكنت هناك في المملكة المغربية في ضيافة جلالة الملك محمد السادس في الدروس الحسنية، فكان هناك أحد العلماء المغاربة اسمه الحسن وجاج، وكان قد ألف كتابا اسمه دور الحديث في العالم الإسلامي، دور جمع دار، دور الحديث في العالم الإسلامي، يدرس فيها كل مدرسة للحديث الشريف سميت باسم دار الحديث، كدار الحديث الأشرفية في دمشق الشام ودار الحديث الكاملية في أرض الكنانة مصر. فبلغ من استقصائه وبحثه الجيد أنه وصل إلى الحديث عن دار الحديث التي أقامها الحبيب عبد الله بن عبد القادر في ملنج، وذكر أنه راسل الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وأرسل إلى الحبيب عبد الله بأخبار دار الحديث التي أنشأها وأورد هذا في كتابه، وحصلت على نسخة من الكتاب واقتنيتها، ثم زرت دار الحديث نفسها في ملنج وألقيت فيها درسا فيه الحديث المسلسل بالأولية وكذا، فطرقت سمعي ونحن في المغرب، ثم زرتها في أقصى المشرق في ملنج، ثم لقيت عددا من العلماء والحبايب من خريجيها. فهذه صورة من صور العطاء العلمي الذي نسج بين الأزهر الشريف وبين علماء إندونيسيا، وندعو الله أن يدوم هذا الود وأن يبقى نافعا للبلاد والعباد، وأن يعود بالأمان والرخاء والازدهار والعافية والسداد على إندونيسيا وعلى أرض الكنانة مصر وعلى بلادنا وأوطاننا كلها إن شاء الله. يا شيخ أسامة، أخيرا الرسالة والنصيحة منكم لجميع المسلمين في إندونيسيا والعلويين خصوصا. أما نصيحتي لأبناء إندونيسيا الكرام فأن يقوموا بواجب البر تجاه وطنهم، أن يجتمعوا حول الوطن، وأن يكون تنافسهم بما يحقق خدمة الوطن، لا أن يكون صراعا فيما بينهم، ولا أن يكون تقاتلا فيما بينهم، ولا أن يكون تشككا وحيرة فيما بينهم، بل أن يجتمعوا على حماية إندونيسيا وعلى حفظ أمانها وعلى تحقيق الخير والازدهار لها، وعلى أن يقدموا للناس مكارم الشرع الشريف، وعلى أن يقدموا للناس أخلاق الشريعة والخلق المحمدي الجليل. وأوصي أيضا أبناء إندونيسيا أن يحافظوا على هويتهم الدينية التي ربما يسعى البعض لاختطافها وراء تيارات منحرفة هنا أو هناك، حافظوا على الهوية الدينية العريقة المتوارثة التي شيدها علماء هذا البلد من أمثال الشيخ أرشد البنجري والشيخ عبد الصمد الفلمباني والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والشيخ نووي البنتني والشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، عشرات ومئات من الأئمة والعلماء، وفي القلب منهم السادة ألبا علوي الذين
سبقوا إلى هذه البلاد فنشروا فيها الإسلام ونشروا فيها مكارم الشريعة وعاشوا بين أهلها فقدموا لأهلها كل ما هو نور ونافع ومفيد. فوصيتي لأبناء إندونيسيا أن يعتزوا بهويتهم الوطنية الدينية بمكوناتها الأصيلة، ووصيتي لأحبابنا السادة ألبا علوي أن يستمروا على ما كان عليه آباؤهم من تقديم كل خير ونفع للمسلمين وللبلد وللوطن، وأن لا يبالوا بما يلقون من الأذى، هكذا عهدهم دائما. كم تحملوا الأذى عبر تاريخهم أسوة بآبائهم وأجدادهم من أئمة أهل البيت النبوي الكريم. فأوصيهم بالبقاء على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من نشر الخير والعلم والنور والهدى والنفع، ومن تقديم حب الوطن، ومن جمع شمل أبناء إندونيسيا على حب وطنهم وخدمته، وعلى حب الله ورسوله، وعلى التخلق بأخلاق الشرع الشريف، وعلى نشر أنوار الذكر، ذكر الله جل جلاله، وعلى أن يملأوا قلوب الناس بما يطهرها من الكراهية والأحقاد. وندعو الله تعالى لنا ولهم جميعا بكمال السداد والتوفيق في ذلك. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن جوابكم وبيانكم لنا، ونرجو إن شاء الله أن تزورنا الزيارة كثيرة إن شاء الله. أنا اليوم شرفت بهذه الزيارة إلى أيضا الرابطة العلوية بغرض تقديم الدعوة إلى الحبيب توفيق لحضور افتتاحنا المزمع انعقاده بعد أسبوعين إلى المؤسسة التي أنشأها أبناؤنا وطلابنا الكرام وأسموها باسم العبد الفقير، مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري، كرما منهم وفضلا، ونقيم الاحتفال بإطلاقها بعد أسبوعين إن شاء الله. وندعو الله أن تكون فيها النفع والسداد والنور والبصيرة، وأن تكون عملا نابعا من يد أبناء إندونيسيا إلى تقديم كل ما فيه الخير لإندونيسيا وللدنيا بأكملها إن شاء الله. ونسأل الله تعالى كمال التوفيق. الله يبارك لكم وفي زيارتكم لبلدان إندونيسيا ولجميع بلدان المسلمين ولجميع البلدان الذي أنتم ستدخلوا إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.